بدعوة من جمعية كهنة بزمار البطريركية وبوضع يد كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك ريكول بيدروس العشرون، احتفلت الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية بالرسامة الكهنوتية للشماسين الإنجيليين بيدروس مرعشلي حداد ووارتان جلوف في كاتدرائية القديس غريغوريوس المنور ولياس النبي للأرمن الكاثوليك في ساحة الدباس بيروت. عاون البطريرك كريكول في الخدمة لفيف من الأساقفة والكهنة بحضور الأخوات الراهبات وحشد من المؤمنين. بعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى البطريرك كريكول بيدروس العشرون عظة توجه فيها إلى الكهنة الجدد بالقول: إن حياتكم ليست لكم بعد الآن بل للرب من أجل خدمة الناس، لتكونوا تلاميذ شخص واحد هو معلمكم يسوع المسيح ومنه تستمدون القوة. بعد الانتهاء من الرسامة الكهنوتية تقبل البطريرك كريكول والكهنة الجدد التهاني في صالون الكنيسة.